تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى. عقب اجتماعه مع المجلس الاقتصادي الأوراسي، بوتين يوقع مرسوما يتيح سداد الالتزامات للأجانب بالروبل. ردا على إطلاق الصواريخ الباليستية، واشنطن تفرض موجة جديدة من العقوبات على بيونغ يونغ. التاسعة مساء في القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، وذلك عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولي الدكتور كاباندا باكارونغا، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة. وأعرب الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكونغولي إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين. كما التقى الفريق أول محمد زكي مع السيد جان ميشيل سامالو كوندييه رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة توافقاً في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين. أعلنت وزارة الداخلية مدى فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما قررت وزارة الداخلية توفير السلع بتخفيضات كبيرة بمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام الحالي. منذ إطلاق وزارة الداخلية لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، فإن قطار المبادرة لم يتوقف، وعلى مدار سنوات ساهمت المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالنجاح الذي حققته في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة، بخاصة في المناسبات والأعياد، وأصبح المواطنون يثقون في تخفيضاتها وفي سلعها. الاسعار نزلت كويس جدا، عملت معانا فرق، هي فرقت معانا كتير بالنسبه للاسعار بره، خصومات جوه 50% و60%، الدنيا كويسه وجميله والاسعار جميله، اسعار مناسبه للجميع. انا جاي مخصوص هنا في امان عشان خاطر مبادره كلنا واحد، كلنا واحد واسره واحده وربنا يخلي السيسي. بشكر الرئيس ان هو يعني ريحنا ومش مخلينا عايزين اي حاجه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فقد وفرت احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60%. تلك المرحلة انطلقت قبل شهر رمضان المبارك،
ومع نجاحها وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم مد فترة المبادرة للمرة الثانية لتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. المبادرة في مرحلتها 22 يشارك فيها قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، تتوافر فيها كافة أنواع السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 60%، إضافة إلى المنافذ والسرادقات بالشوارع الرئيسية والميادين، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليتمكن المواطنون من الوصول إليها. وكذلك وفرت الوزارة قوافل من السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً والتي لا تتوافر فيها السلاسل التجارية. كما تقرر استمرار منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير السلع للمواطنين بمنافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الحالي. زيادة كبيرة في حجم السلع المعروضة في إطار المبادرة وبجودة عالية وبالأسعار المحددة في التخفيضات، وإقبال كبير من المواطنين على توفير احتياجاتهم من كافة أنواع السلع منذ انطلاق المرحلة 22 من المبادرة في 15 من شهر مارس الماضي. ومع مدها تتاح الفرصة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات في شراء احتياجاتهم المختلفة. وفرة كبيرة من كافة أنواع السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة توفرها مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 22 برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 94 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط نحو 16 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 645 قضية، من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و198 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت ما يقرب من 146 طن أقماح محلية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المسؤولين في ليبيا لاستئناف المسار الانتخابي الذي توقف في ديسمبر الماضي، مؤكدا أنه أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى. وفي تقرير له حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شدد غوتيريش على ضرورة التزام الليبيين على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن. ومن جانبه أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني أن الشعب الليبي يتمسك باختيار ممثليهم وقيادتهم في السلطة بأنفسهم عبر الانتخابات الحرة والنزيهة بقاعدة دستورية متينة، داعيا المجتمع الدولي لدعم إرادة الليبيين وتصحيح أخطاء الماضي. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر. تناول اللقاء الاستعدادات الجارية وما تحتاجه هيئة الانتخابات لإنجاح الاستفتاء المقبل ليكون معبرا عن إرادة الناخبين والناخبات بعيدا عن كل أنواع الضغوط. كان الرئيس التونسي قد أصدر مرسوما بدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 من يوليو المقبل. أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستوقف أي تفاوض مع قوات الحوثي في حال عدم الاستجابة لمطالب فتح الطرق إلى محافظة تعز المحاصرة.
وأوضح رئيس اللجنة الحكومية المفوضة عبد الكريم شيبان أن قوات الحوثي تستمر بمحاصرة محافظة تعز جنوب صنعاء على الرغم من المفاوضات الجارية بين وفد من الحكومة اليمنية والحوثيين بالأردن، مشددا على أنه إذا لم يستجب الحوثيون لفتح الطرقات التي تربط تعز ببقية المحافظات فستضطر الحكومة إلى التوقف عن الحوار. أدان البرلمان العربي إعلان جماعات المستوطنين المتطرفين عزمهم اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك الأحد المقبل ضمن مسيرة الأعلام بالقدس وممارسة الطقوس التلمودية فيما يسمى بيوم توحيد القدس. وفي بيان له حذر البرلمان العربي من تداعيات تلك الخطوة على أمن واستقرار المنطقة، واصفا تلك الدعوات بالتحدي السافر والاستفزاز زي للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أن ذلك يعد اعتداء على المقدسات الإسلامية. هذا ودعا البرلمان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات التي تمارسها القوات الإسرائيلية والمستوطنون. ميدانيا استشهد فتى فلسطيني في 15 من عمره بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرقبة والظهر قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت قوات الأمن العراقية مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في وادي حوران بمحافظة الأنبار. وقالت قوات الأمن إن ذلك جاء خلال عملية نفذتها قوات الأمنية لتفتيش مناطق وادي حوران حيث تم الاشتباك مع عناصر فلول تنظيم داعش الإرهابي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجلس الاقتصادي الوراثي سيخفض من اعتماده على القوى الخارجية. وأضاف بوتين في كلمة له خلال اجتماع المجلس أنه يعمل على سد حاجة المواطنين الروس من المواد الغذائية التي تراجعت بسبب العقوبات. وفي هذا الإطار كشف بوتين أن بلاده تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتكامل الاقتصادي مع الإمارات. ندعم مسألة تمديد هذه الاتفاقية المؤقتة وتكثيف المحادثات حول اتفاقية منطقة الحرة مع مصر، كما ونبحث إبرام اتفاقية تكامل مع الإمارات العربية المتحدة. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح بدفع الالتزامات لأصحاب الحقوق الأجانب بالروبل. وتنص الوثيقة على أنه يمكن دفع التعويضات وسداد المدفوعات المتعلقة بممارسة الحقوق الحصرية وحمايتها للأجانب عن طريق تحويل الأموال إلى حساب خاص بالروبل، كما يمكن السداد بالروبل لأصحاب حقوق الملكية الفكرية الأجانب المرتبطين بدول غير صديقة أو دول تدعم العقوبات المعادية لروسيا أو يعملون على تشويه مصداقية الجيش الروسي. أعلنت روسيا انضمام زورق مدفعية مدرع أوكراني يحمل اسم أكيرمان إلى القوات البحرية. وفي بيان قال الأسطول الروسي في البحر الأسود إن زورق أكيرمان الضخم ترك في ميناء بير ديانسك في أعقاب الهجوم الروسي على جنوب شرقي أوكرانيا. We'll be right back.
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها تقاتل من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من بلدة ليمان في الوقت الذي يتصاعد فيه الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتسيانيك أن القوات الأوكرانية تصد محاولات من جانب روسيا لدفع هجومها نحو بلدة سلوفينيك الأوكرانية الرئيسية. بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي سبل رفع الحظر على صادرات القمح. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حيث أكد ضرورة حل مشكلة الغذاء التي تهدد الدول الفقيرة. من جانبه شدد رئيس الوزراء الإيطالي على استمرار دعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا جنبا إلى جنب مع باقي دول الاتحاد الأوروبي. أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامار أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين أبلغه في مكالمة هاتفية بأن موسكو ستفي بالتزاماتها المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وأضاف المستشار النمساوي أن بوتين أبدى استعداده أيضا لمناقشة تبادل الأسرى مع أوكرانيا. أكدت شركة غازبروم الروسية أنها ستواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودغا. وفي بيان لها أضافت الشركة أن أحجام الشحن بلغت نحو 43.6 مليون متر مكعب بانخفاض طفيف عن 44.5 مليون متر مكعب. وقالت الشركة إن أوكرانيا كانت قد رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول سخرة نوفكا الرئيسية. Reden nur ohne Waffenschaffen. Das ist klar, dass solche قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إن بلاده قد تواجه ركودا اقتصاديا خلال الشهور المقبلة، وخاصة بسبب نفقات المعيشة. وارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 9%، وهو أعلى مستوى له منذ 4 عقود، مع توقع استمرار ارتفاعه، في حين يتوقع بنك انجلترا المركزي انكماشا حادا في نمو الاقتصاد في وقت لاحق من العام الحالي، مع توقع فترة ركود الممتدة فيما بعد. حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة جراء منح قروض صينية على نطاق واسع لدول فقيرة، خاصة في إفريقيا، دون دراسة دقيقة. وقال شولتز في كلمته بمؤتمر للمحفل الكنسي إن هذا الأمر سيتسبب في وقوع كل من الصين وهذه الدول في أزمة مالية واقتصادية كبيرة لن يسلم منها بقية العالم. وأضاف شولتز أن ألمانيا تنسق مع الدائنين الغربيين الأعضاء فيما يسمى بنادي باريس، وتستعلم عن منح القروض حتى لا تقع في مثل هذه الأخطاء. أعرب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يدفع بالفقراء إلى حافة الجوع. وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم البرنامج إن التحديات الخاصة بارتفاع الأسعار قد تفاقمت الآن بسبب آثار الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن تكلفة سلة الغذاء قد ارتفعت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 18%، وسجلت أعلى زيادة في جنوب إفريقيا، مرجحا أن يتفاقم الوضع أكثر إذا ظل سعر سلة الغذاء مرتفعا.
دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة الحذر في استخدام لقاحات جدري القردة، وأشارت سيلفي بريند مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنه لا توجد ضرورة لحملات تلقيح عامة ضد جدري القردة، موضحة أن لقاحات الجدري السابقة قد تكون مفيدة ولا يجب أن يثير الفيروس قلقا عاما بسبب تفشيه البطيء. من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي الاستعداد لعملية شراء جماعية للقاحات، هذا وأعلنت فنلندا تسجيل أول إصابة بجدري القردة في هلسنكي، بينما تواصل العديد من الدول الأوروبية تسجيل المزيد من الحالات. لا تزال أزمة ظهور مرض جدري القردة تؤرق دول العالم، خاصة بعد إعلان عدد من الدول عن المزيد من الإصابات، مما دفع الاتحاد الأوروبي للاستعداد لعمليات شراء جماعية للقاحات وغيرها من العلاجات لمرض جدري القردة، وسيتم الانتهاء من وضع التفاصيل في الأيام القادمة. الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية تعمل مع الدول الأعضاء والشركات المصنعة لشراء اللقاحات والعلاجات لجدري القردة، وذلك وفقا لبيان للمفوضية الأوروبية. وفي إسبانيا التي أعلنت عن ظهور حالات بالمرض، أبدت نيتها الحصول على لقاحي إنفانكس وتيكوفيريمات المضادين للفيروسات من خلال عملية شراء جماعية للاتحاد الأوروبي. حالات الإصابة بجدري القردة في العالم تخطت حاجز 200 إصابة، وتتركز معظمها في قارة أوروبا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي. المفوضية الأوروبية أكدت أن التطعيم ضد جدري القردة سيقتصر على حالات محددة للغاية، إذ لا يمكن مقارنة انتقال الفيروس وخطره مع فيروس كورونا. مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اعتبر أن احتمالية انتقال عدوى جدري القردة بين عامة السكان منخفضة للغاية. اتهمت وزارة الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتشويه سمعة بكين، بعدما ألقى خطابا دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات لموازنة نفوذ بكين على الساحة الدولية. وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، قال إن خطاب بلينكن ينشر معلومات خاطئة ويضخم تهديد الصين ويتدخل بشؤون الداخلية لها ويشوه صورة سياساتها الداخلية والخارجية. فرضت الولايات المتحدة موجة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تشمل شخصية واحدة وثلاث جهات، ردا على إجراء بيونغ يونغ اختبارا للصاروخ في 24 من الشهر الجاري. هذا واستخدمت الصين وروسيا حق النقد الفيتو ضد محاولة بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية بسبب استئنافها لإطلاق الصواريخ الباليستية. جولة الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية لم تقف عند إحباط الفيتو الروسي الصيني المساعي الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بسبب إطلاقها اختبارات لصواريخ باليستية. الفيتو الروسي الصيني انتقل بالخلافات إلى جولة جديدة، حيث تشهدها ساحة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستناقش قضية كوريا الشمالية خلال الأسبوعين المقبلين بموجب قاعدة جديدة تلزم الجمعية المؤلفة من 193 دولة بالاجتماع في كل مرة تستخدم فيها إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حق النقد. وترى واشنطن أن العالم يواجه خطرا واضحا وقائما من كوريا الشمالية، خاصة أن ضبط النفس والتزام مجلس الأمن الصمت لم يسفر عن وضع حد للتهديد أو حتى تقليصه، بل ربما شجع بيونغ يانغ على إجراء المزيد من التجارب الصاروخية. وعلى مدى 16 سنة الماضية صعد مجلس الأمن بشكل مضطرد وبالإجماع العقوبات على بيونغ يانغ لقطع التمويل عن برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وآخر مرة شدد فيها مجلس الأمن العقوبات عليها كانت في عام 2017. من جانبها تضغط الصين وروسيا من أجل تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية.
مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون رأى أن العقوبات الإضافية على كوريا الشمالية لن تساعد وستؤدي فقط إلى مزيد من الآثار السلبية وتصعيد المواجهة لتستمر الأزمة لجولة جديدة قد تنتهي أيضاً بمعارضة فرض عقوبات على بيونغ يانغ. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العينين نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين. وأوضح المركز الإعلامي أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية، مشيرة إلى أن تنسيق الطلاب المصريين من خلال خريجي الثانوية العامة أو الشهادات العربية والأجنبية يتم وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، أما تنسيق الطلاب الوافدين فهو مستقل تماما عن تنسيق الطلاب المصريين. دعت مصر إلى تطبيق إجراءات عملية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الإنتاج في مجالات الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوت. وأكد الوفد المصري على استعداد مصر لتقديم ونقل خبرات النجاح وتجربة التنمية الرائدة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى سعي مصر لإزالة كافة المعوقات أمام علاقات الدول العربية. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بزيادة حملات توعية المواطنين والمرة والمحال التجارية في الأحياء والمناطق التي يعملون بها وزيادة عملية الكنس اليدوي والآلي وغسيل الشوارع لتحقيق رضا المواطنين ليشعروا بوجود اختلاف في مستوى نظافة الشارع. وخلال اجتماعه مع إحدى شركات الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، طلب شعراوي بالاهتمام المستمر بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات في جميع الأحياء لخفض معدلات وصول المخلفات إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل والتزام العاملين بارتداء الزي الموحد المتفق عليه. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. وخلال اجتماعها الأول لمجلس الصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله، كلفت وزيرة التجارة المجلس بوضع خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعات النسيجية بدءا من زراعة القطن ووصولا للمنتج النهائي. اختار المدير الفني للمنتخب الوطني إيهاب جلال 44 لاعبا للانضمام لمعسكر المنتخب في إطار الاستعدادات لمباراتي مصر ضد غينيا وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار. ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغيني في 5 من الشهر المقبل قبل مواجهة إثيوبيا في 9 من الشهر نفسه. وسيبدأ المنتخب الوطني معسكره في 30 من مايو الجاري بانضمام جميع اللاعبين المحليين باستثناء لاعبي الأهلي الذين سينضمون يوم 31 من مايو نظرا لخوضهم نهائي دوري أبطال إفريقيا. أنهى نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح تدريبه الأخير قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر لها في 9 من مساء الغد على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس. وشهد تدريب ليفربول الأخير مشاركة جميع اللاعبين ما عدا المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي والذي تأكد غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة، فيما شارك الثنائي البرازيلي فابينيو والإسباني تياغو الكانتارا بشكل طبيعي بعد تعافيهم من الإصابة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس والذي يستضيف مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا. وتمثل المباراة فرصة للريدز من أجل الثأر من الريال
قبل 4 سنوات، حيث سقط الفريق الإنجليزي بثلاثية أمام الفريق الإسباني في نهائي دوري الأبطال، وخسر فرصة ذهبية لإحراز اللقب الأوروبي قبل تعويض ذلك في الموسم التالي بالتتويج باللقب السادس في تاريخه. هذا ويراهن ليفربول على هدافه الأول في البطولة وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، الذي يترقب بدوره هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يعتبر الدولي المصري اللاعب العربي الوحيد الذي يتأهل لثلاثة نهائيات من دوري أبطال أوروبا. أريد تحقيق دوري الأبطال مجدداً، سنقاتل خلال المباراة، والجميع متحفز للمباراة النهائية. مغادرتي الملعب مصاباً أمام ريال مدريد كانت أسوأ شيء حدث لي في مسيرتي كلاعب كرة قدم. أتذكر أنني غادرت المباراة بعد 30 دقيقة، كانت أسوأ لحظة في مسيرتي. على الجانب الآخر، يعول المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي على كتيبته كاملة لمواجهة ليفربول، حيث تعافى تماماً المدافع النمساوي ديفيد ألابا من آلامه العضلية. كما يراهن النادي الملكي على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعيش موسماً رائعاً ويبدع في كل المباريات هذا الموسم مع الفريق، كما يتصدر قمة جدول ترتيب هداف دوري الأبطال. وإلى أخبار الطقس في هذه النشرة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية. ومن أخبار الطقس إلى أبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى. عقب اجتماعه مع المجلس الاقتصادي الأوراسي، بوتين يوقع مرسوما يتيح سداد الالتزامات للأجانب بالروبل. رداً على إطلاق الصواريخ الباليستية، واشنطن تفرض موجة جديدة من العقوبات على بيونغ يانغ.
ختام نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت مستمرة معكم مع دينا عبد الكريم. أهلا بك دينا، تفضل. مساءكم خير وأهلا بكم وكل فريق نشرة التاسعة. يا رب يعني تكون حلقة نهاية الأسبوع خفيفة على كل مشاهدينا النهاردة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إليك بداية الحلقة وإن شاء الله موفقة. أشكركم شكرا جزيلا، شكرا لكل فريق نشرة التاسعة. أبدأ مع حضراتكم حالة فقرات برنامج التاسعة.